شهر رمضان الكريم يتعود الصائم على حفظ الوقت من الضياع، ويحرص المؤمن على استغلال وقته بالطاعات، ويبتعد عن الملهيات والمعاصي، وفي ذلك تربية للمسلم على اغتنام عمره فيما ينفع عند الله. ولو كان حرصنا على أوقاتنا كما نكون في رمضان لتبدلت أحوالنا. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، وانعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غاليكم.